الديون يعني منذ 3 أو 4 سنوات الأخيرة الديون راهي يعني في نفس المستوى يعني ان بو اغرافي يعني شويه ضخمت شويه بحوالي 2.3 مليار دينار. رانا في حوالي 61 مليار هكذا سعد 61 مليار دينار يعني راهو نفس يعني المستوى تاع لو ديفيسيت هذا هو يعني في حصيله في تحصيل الديون يعني راهي مخططات نقوموا بها من اجل تحسين هذه الديون يوميا. الظروف صعبه شويه الادارات يخلصوا عندهم كذلك مشاكل تحمل الماليه يخلصوا رانا في حوالي 50% بين الادارات والخواص والزبائن العاديين ولكن حتى مع الزبائن العاديين مع هذا الظرف يعني في بعض المناطق يعني العمال تاعنا يتلقوا صعوبات كثيره باش يحصلوا هذه الديون وقمنا بالتحسيس نقطعوا التيار نحاولوا نحسوا ولكن في كل مره الديون راهي تتفاقم والخزينه تاع المؤسسه ما زالت تعاني من هذا المشكل للاسف.